حياكم الله في العربية ويكند، برنامجكم الأسبوعي لأهم أخبار العالم، أخبار سياسية واقتصادية وتقنية والكثير من الملفات المشوقة بطرح مختلف وبنظرة أكثر شبابية نفسر فيها العناوين الرئيسية. معي أنا ياسمين السعيد وأنا نور الحصني، فيا هلا فيكم في العربية ويكند. في حلقتنا اليوم، تيك توك يتلقى صافرة الحظر في لحظة توافق نادرة بين الأحزاب السياسية الأمريكية، وبايدن صاحب التوقيع الأخير للتنفيذ، أما ترامب فيعارض ويحذر من الجنون. فماذا يعني هذا الحظر، وهل يودع الشباب الأمريكي تيك توك للأبد؟ لما نفكر في انتخابات 2024 بنفكر بدونالد ترامب وجو بايدن، لكن هناك عنصر آخر. بتقدري تعرفي شو هو ياسمين؟ التيك توك، أكيد التطبيق المتواجد في قلب السياسة الأمريكية. صحيح، فواحد من كل 3 أمريكيين يستخدمون تطبيق تيك توك، لذلك بقى موضوع تيك توك كموضوع نقاش منذ عام 2020 عندما كان ترامب رئيساً للجمهورية. تحذيرات أمريكية مستمرة حول التطبيق ومن مخاطر ارتباطه مع الصين على الأمن القومي الأمريكي. مجلس النواب الأمريكي مرر بأغلبية ساحقة قراراً لصالح حظر تيك توك في الولايات المتحدة، إذ لم ينفصل عن الشركة الصينية الأم. مثلت هذه اللحظة توافقاً نادراً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن تيك توك لا يزال نقطة خلاف بين المرشحين الرئاسيين بايدن وترامب. بايدن قال إنه مستعد أن يوقع تشريعاً يمنح شركة بايدانس الصينية مهلة للتخلص من السيطرة على التطبيق تيك توك ببيع أسهم الشركة في خلال 6 أشهر، أو مواجهة حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية. أما منافسه ترامب فأثار مخاوف بشأن حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون مواطن أمريكي، واعتراض ترامب يعود لسببين. أولاً، ترامب بيقول إن حظر تيك توك في الولايات المتحدة لن يؤدي إلا إلى تمكين فيسبوك، والكل يعلم كم يكره ترامب فيسبوك ومؤسسه مارك زوكربيرغ. بس السؤال هو ليش؟ لأنه شركة ميتا التي تضم فيسبوك وإنستغرام قامت سابقاً بتعليق حسابات ترامب وحذف منشوراته، خاصة خلال أحداث اقتحام مبنى الكابيتل في 6 يناير 2021 إذا بتتذكر ياسمين. والسبب الثاني بحسب ترامب أنه إذا تم حظر تيك توك فالأطفال الصغار في أمريكا سيصابون بالجنون بدون هذا التطبيق. أكيد الكثير من المراهقين على المنصة يحبون هذه المنصة، وترامب تحدث عن هذه النقطة في الماضي أيضا. خلونا نستمع لمقطع فيديو له من عام 2020، فلنتابع. So TikTok is very successful. It does tremendous business in the United States. People are riveted by it. I mean, I have many friends when they saw that announcement they're calling. I think their kids love it. They don't. because they don't get to see their kids anymore, but they are it's an amazing thing whatever it may be. ياسمين، بتعرفي انه ترامب بالبدايه دعم جهود حظر تيك توك في الولايات المتحده، لكنه تراجع عن دعمه مؤخرا، وبعام 2020 خير الصين بالقول يا اما بتدفعي 30% من ارباح تيك توك للخزانه الامريكيه، او ان التطبيق سيواجه الحظر في الولايات المتحده. أعتقد أن ترامب غير رايه بس عشان يعارض بايدن اللي يدعم أو يريد الحظر. هالاثنين ما يتفقون على شيء أبداً. صحيح، بايدن نفسه كمان ياسمين كان من مؤيدي تيك توك. الشهر الماضي دخل عالم تيك توك وأطلق حسابه الخاص على المنصة، ونشر فيديو مصور له مدته 26 ثانية. وهي كانت طريقة بايدن للقول هي ما زلت شاباً كول. كانت محاولة على ما يبدو من بايدن لاستقطاب الناخبين الأصغر سناً مع اقتراب موعد الانتخابات كما يرى بعض الخبراء. بس السؤال يا نور، ليش تيك توك من بين كل التطبيقات هل يعني ليش هو يتعامل مع الحظر أو احتمالية الحظر؟ صراحة تيك توك موقفه من كل هي العملية أنه هو مستعد للقتال. حتى الآن التطبيق عم بيقول أنه يعتزم استنفاذ جميع التحديات القانونية قبل ما يفكر في التخلي عن الشركة الصينية الأم بايدانس. بعد سؤال ثاني، ليش الهجوم عليه دون غيره؟ إن هل هي فعلا أداة تستخدم للتجسس؟ وهل هناك أدلة قاطعة على ذلك؟ فالمحللين يا نور يقولون أن أغلب الموضوع غالباً هو مسرحية سياسية وأساسها الصراع بين واشنطن وبكين، لكن صحيح تيك توك مجرد نقطة في بحر الخلاف الواسع بين الصين والولايات المتحدة، والسياسيون في واشنطن يهددون بحظر التطبيق. وحجة هؤلاء السياسيين أن الصين تستخدم التطبيق للتجسس وجمع المعلومات عن المستخدمين ونشر المعلومات الزائفة أيضاً، ما سيسمح لبكين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. كل هذه الحجج قد تكون واردة، لكن لا توجد أدلة قاطعة حتى الآن، بل يتم استخدام هذه المبررات لأغراض الابتزاز السياسي ودفع الصين لتقديم تنازلات معينة. وبعيداً عن السباق الانتخابي والسياسي، في نقطة مهمة وهي الخسائر المالية والمهنية التي سيتحملها المؤثرون وصناع المحتوى على تيك توك في أمريكا. فالتطبيق يعتبر في النهاية مصدر رزق للكثير من الجيل الشاب، لكن في حال تم حظر هذا التطبيق السؤال هو ماذا سيحل بهؤلاء المؤثرين؟ طبعاً هو في عدد كبير من المستخدمين، الأول عدد مستخدمين حسب إحصائية في 2023 يا نور كانت أن الأمريكان نسبتهم 122.1 مليون مستخدم. صحيح، هو بالنهاية مصدر رزق، يعني بزنس بالضبط. والمدخول اللي يجيهم من هذا كله 9.5 بليون دولار. فمن الهاشتاجات أيضا خلينا نعلق على الصورة Keep TikTok وTik Tok Changed My Life. هذه هي الهاشتاجات اللي تعبر عن رفض قرار الحظر من قبل المستخدمين، ويرافقها خروج متظاهرين أمام مبنى الكابيتل. تيك توك لم يختفي من هواتف الأمريكيين في أي وقت قريب للتوضيح فقط، لكن مشروع القانون يواجه العديد من العقبات التي تحول دون توقيعه ليصبح قانوناً، فبحسب التقارير من المؤكد أنه سيواجه تحديات قانونية. صحيح ياسمين، العقبة الأولى قدام المشروع هي أن مشروع القانون لا يحظى بشعبية كبيرة لدى مستخدمي تيك توك، أي الناخبين الشباب، وهؤلاء الناخبين تأثيرهم كبير في الانتخابات الأمريكية وهو ما يدركه أعضاء مجلس الشيوخ تماماً. وأكيد بحسب أقوال المستخدمين لا يوجد نقص في منصات التواصل البديلة، لكن ما في تطبيق مغري مثل التيك توك، مثل الفلترات اللي في التيك توك والقوالب والأغاني. وإذا أصبح قانوناً يبقى السؤال، هل من مشتري أمريكي قد يتدخل لإنقاذ الوضع؟ يمكن نلاقي هون أو هون شي بزنس مان أمريكي يدخل ويشتري تيك توك مثلاً، ما بنعرف. ياسمين، كلياتنا بنحب ناخذ صور وننزلها على السوشيال ميديا، ممكن نعمل عليها بعض التعديلات، نبين يمكن أطول، أنحف، ما بعرف، نخفي جمالية أكثر على صورنا. لكن إذا كنت الأميرة كيت ميدلتون هذا الموضوع شوي في له حد ربما. بالضبط، صورة واحدة للأميرة كيت أثارت عاصفة إعلامية وزوبعات فرعية أخرى. فعلا، فكيت مختفية منذ شهر ديسمبر الماضي بحكم إجراءها لعملية جراحية في البطن، ما أدى إلى تساؤلات عن غيابها المطول وبالطبع ظهور بعض نظريات المؤامرة التي لابد منها. لكن أخيراً ظهرت كيت في صورة مع أطفالها الثلاثة ونشرتها على حسابها الرسمي، لتكون الصورة بتوقيع الأمير ويليام وزوجها. لكن بعد ساعات تم مسح الصورة من وكالات الأنباء ليكشفوا أنه تم التلاعب بها وتعديلها، ما أثار مخاوف من تزييف الصورة. وخرجت كيت وقالت ببساطة: أنا قمت بالتعديل كأي مصور هاوي، معتذرة عن أي جدل غير مقصود قام بإثارته. المشكلة ليست في الجدل الذي أثارته صورة كيت حول وضعها الصحي، بل الموضوع كله تحول لجدل حول مصداقية العائلة المالكة، وهو ما انعكس في الصورة التالية التي انتشرت لكيت إلى جانب زوجها الأمير ويليام، صورة تم التشكيك فيها بالرغم من انتقادها من قبل مصور محترف. فوجه كيت واضح في الصورة، بينما يقول البعض أنه يستحيل أن تكون بهذه الوضوح مع وضع احتمالية تركيب الصورة. جيم بنت مصور الصورة رد على التكهنات وقال إنهم ما بيستخدموا الفوتوشوب لتعديل الصور باستثناء تعديل الألوان، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ بلقطات السيارة وانعكاسات الزجاج. طبعا هذه ليست المرة الأولى اللي يتم فيها تعديل صور العائلة المالكة البريطانية، لكن يبدو أن الجدل في هذه المرة تراكمي يا نور. صحيح ياسمين، فمع ظهور تقنية التقاط الصورة دعمت الملكة فيكتوريا عام 1840 الصور المركبة والتأثيرات التصويرية، والتي كان راعيها الأول المصور هنري روبنسون. فاستديوهات التصوير كانت تستعين برسامين وفنانين لإضافة لمسة جمالية على الصور. الموضوع لم يكن مرفوضا من قبل الصحافة أو من قبل، لكن تغيرت الأحوال بعد أن تحول مصطلح التزييف أو التعديل لمصطلح نقدي. الزميلة عروب عبد الحق من لندن تشاركنا المزيد من التفاصيل والأجواء في بريطانيا عن الصورة الأكثر حديثا والأكثر إثارة للجدل هذا الأسبوع. كيف مؤسسة ملكية بطولها وعرضها بتوقع بهيك غلطة؟ تلاعب وتغيير بصورة لكيت ميدلتون خلت اللي مش متابع ينتبه بعد ما مسحت 5 وكالات عالمية مرموقة الصورة. إذا 4 أغلاط هي المسؤولة عن سحب صورة الأميرة كيت من وكالات الأنباء. أولاً، الخط الفاصل بين إيد الأميرة شارلوت وجاكيتها غير متناسق، حتى التنورة على جهة اليمين شكلها غريب، وسحاب جاكيت الأميرة كيت مش على خط واحد، وأخيراً إيد الأميرة كيت ضبابية وغير واضحة. مواقع التواصل الاجتماعي راحت أبعد من هيك وقالت إنه صورة الأميرة كيت مطابقة تماماً لصورة قديمة كانت على كفر مجلة فوغ في عام 2016. وكان لازم حدا يتحمل المسؤولية، ومين غير كيت؟ اعترفت بمسؤوليتها واعتذرت عن التلاعب بالصورة، بس السؤال كيف بتمر الصورة لكيت بدون علم القصر؟ يمكن غلطة بسيطة بس ثمنها كبير، مش بس أشعلت نظريات المؤامرة، كمان كانت السبب في أنه صارت العائلة الملكية محط سخرية، مش فقط ببريطانيا by the way. Digitally altered? Not that I know of. I would say no. Why would we digitally alter photos? بس رغم كل هالضجة ببريطانيا والعالم حول الأميرة المختفية، بعدها كيت الأكثر شعبية بين أفراد العائلة الملكية بحسب آخر إحصاء، رب ضارة نافعة. للمزيد ينضم إلينا من باريس المصور الصحفي عمار عبد ربو، الذي انفرد سابقا بتصوير الملكة إليزابيث الراحلة. مرحبا أستاذ عمار. أهلا، أهلا فيكم. أهلين فيك. نبتدي بأول سؤال لي يمكن يبذر في ذهن العديد، أن هل بإمكان الأميرة كيت تجري هذه التعديلات اللي شفناها في الصورة؟ وش اللي يخلي صورة مثل هذه تنتشر بهذا الشكل؟ هلا مثل ما حكيتوا من شوي ياسمين ونور، التطبيقات، في تطبيقات اليوم جديدة يعني عمرها 5 سنين أو 10 سنين بتسمح لتقريبا أي حدا يعدل الصور، وبنشوف كلنا حوالينا كل الناس يا اما بتشيل شعر الابيض، يا اما بتشيل شويه تجاعيد، يا بتنحف حالها الى اخره. يعني الصوره اللي بنشوفها على الانستغرام والشخص الحقيقي اوقات في فرق هائل، فهذا صار شيء بمتناول الجميع، فليش ما يكون بمتناول الاميره كيت كمان؟ بس يعني استاذ الصوره كان فيها تفاصيل دقيقه، يعني صورتها مع الاطفال، مع اطفالها كان في تفاصيل صوب اليد، صوب، هل هذا بفعل البرنامج؟ البرنامج هو يقوم بكل هذه التعديلات؟ في برامج بتقدر تعمل هي التعديلات هي. هلا زميلتنا من لندن حكت عن 4 أغلاط بالصورة. أنا مع بعض الأخصائيين شفنا أكثر من 15 نقطة فيهم تساؤلات، يعني من الشبابيك اللي ورا لللبس للإيدين، لعدد من المشاكل. هلا اللي بصراحة عمل ضجة كتير كبيرة هو رفض وكالات أنباء عالمية تسويق أو توزيع هي الصورة. فهون بنجي للمشكلة الحقيقية. مشكلة التابو هو إنه الصورة الصحفية أو الصورة اللي تتوزع على الوكالات الصحفية في نوع من رابط ثقة بين المصدر وبين المتلقي، إنه هي الصورة حقيقية، هي الصورة ما فيها تزييف، هي الصورة ما فيها تعديل، عم تشوفوا الواقع. لسنا على حساب انستغرام، لسنا على دعاية مثلا، اعلانات او هيك شيء. فوقت انقطع رابط الثقة، يعني وقت صار مثلا باكنغهام عم يتصرف مثل كوريا الشمالية او مثل يعني دكتاتوريات بوتين او كيم جونج اول ولا ما بعرف مين. اذا يعني رابط الثقة هو ربما كان وراء سحب وكالات الانباء لصور كيت. لكن انا بدي اسالك من خبرتك، حضرتك انفردت بتصوير الملكة الراحلة اليزابيث، اثناء التصوير في اي قيود قانونية ربما او قيود على الصور وتعديل الصور لاحقا، كونه نحن عم نصور عم نحكي عن مشاهير، مو بس مشاهير عاديين، العائلة المالكة؟ اجمالا العائله المالكه او زعماء الدول ما بيحطوا هالشروط هي. يمكن يكون عندهم حق باختيار بعض الصور اللي بدها تنشر بعدين. بيصير هالشيء، يعني بيصير كلام على الاختيار، بس ما بيصير اي شيء على التعديل اللي مثل ما قلت لك محرم تماما من الناحيه الصحفيه. بس عندي مزيد، يعني كل يوم عندي مزيد ومزيد من النجوم أو من الشخصيات المعروفة شوي بتطلب ينشال حبة أو بتطلب ينشال تجاعيد أو تغيير شكل الجلد أو هيك شيء. بينطلب هالشيء كتير، وللأسف وقت أنا بقول لا ما فينا نعمل هالشيء، في كتير ناس بيرفضوا التصوير. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عمار عبد ربو المصور الصحفي، كنت معنا مباشرة من باريس. إيلون ماسك وروبوت الدردشة جروك، تسجيل دخول متأخر في عالم الذكاء الاصطناعي أم حبل نجاة لمنصة إكس. حوادث شبه يومية تحلق في سماء طيران يونايتد الأمريكي وتهبط بها في أزمة الصيانة، وتدقيق أمريكي يكشف العشرات من العيوب في إنتاجات بوينغ. أهلا بكم من جديد. يبدو أن المنافسة تحتدم بين منصات التواصل الاجتماعي، فالسباق بات سريعا وسمته الأساسية التغلب التقني، وباتت إمكانية الوصول هي عامل التفوق. تطبيق الواتساب مثلا على وشك أن يتغير بشكل غير مألوف، سيصبح بإمكانه المراسلة مع تطبيقات أخرى. الميزة الجديدة هذه جاءت بفضل قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في مارس 2024. القانون الجديد يطلب من التطبيقات المؤثرة في السوق الرقمية تسهيل التواصل عبر التطبيقات المختلفة، ما يعني أن التواصل مع تطبيقات مثل سيجنال وميسنجر وغيرها سيصبح ممكنا عبر الواتساب وعبر صناديق بريد واردة منفصلة. جروك، الابن أو طفل إيلون ماسك الجديد الذي ولد في نوفمبر الماضي والذي يسوق له عبر منصة إكس. نموذج الذكاء الاصطناعي هذا سيتحول إلى مصدر مفتوح خلال أيام، لتنضم منصة إكس إلى جملة من التطبيقات الأخرى التي أدخلت تقنية الدردشة مع الروبوتات إلى نظامها. وماسك طبعا المعروف بتنافسيته العالية عمل على النموذج من خلال شركته X AI، وقد لا تكون خطوته مهنية فحسب بل ممكن تكون شخصية كما يراها البعض. بالضبط، فهي ردا على شركة Open AI اللي شارك ماسك في تأسيسها عام 2018، واليوم تفصلهم المحاكم بسبب انتهاك العقد التأسيسي. والجدير بالذكر أن ماسك يعد أحد المستثمرين القلائل في العالم من لديهم موارد كافية للتنافس مع Open AI أو جوجل أو ميتا أون AI، فبناء نموذج للذكاء الاصطناعي على نفس نطاق تلك الشركات يأتي بتكلفة هائلة من حيث القوة الحاسوبية والبنية التحتية والخبرة. لكن ما قصة جروك؟ كلمة جروك تعني الفهم العميق والحدسي. جروك يتميز عن نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بقدرته على الوصول إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي قدرة لا تمتلكها برامج الدردشة الأخرى بفضل قرار إكس بالاحتفاظ بهذه البيانات. ويقال بأنه يتمتع بنفس درجة نموذج الدردشة لاما 2 مفتوح المصدر ومن ميتا، ويتفوق على تشات جي بي تي 3.5 من أوبن اي اي. لكن كصاحبه لا يخلو جروك من حس الفكاهة والسخرية التي اعتدنا عليها من قبل إيلون ماسك، وهي خصلة تتوافق مع شخصيته. فبردود الروبوت الساخرة بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الغير منطقية، ويبقى السؤال أكيد ياسمين، ما الجديد في جروك وماذا يريد إيلون ماسك منه؟ طبعا التقارير التقنية كشفت بعض النقاط المهمة حول جروك. أولا، هو المنتج الوحيد فقط في شركة ماسك إكس AI، ويمكن للمستخدمين الوصول إليه عن طريق دفع $16 شهريا للشركة إكس، أي أنه لا توجد منصة أو واجهة خاصة به. وهذا ما نراه أو ما تراه التقارير بأنه عرض فارغ ولا سبب لوجوده في ظل وجود برامج دردشة مجانية أخرى. ومن جهة أخرى وصف جروك بأنه منتج خال من أي ميزة خاصة به أو هوية لخدماته، والسبب الرئيسي لوجوده هو تعزيز منتج حالي أهم وهو منصة إكس عقب الهزيمة المالية الكارثية التي تعرضت لها المنصة ومستثمريها مؤخراً. التقارير أيضاً كشفت أن بجانب بيانات إكس، المصدر الآخر لبيانات جروك قد تكون سيارات تسلا وفقاً لتقارير بلومبرغ، إلا أن البعض يشكك في واقعية المعلومة وتطبيقها. ففي يناير الماضي قال ماسك أنه يفضل بناء منتجات خارج تسلا أصلاً. لذلك ياسمين، الأيام وحدها ستخبرنا أكثر عن جروك وتحركات ماسك في عالم الذكاء الاصطناعي الواسع، على أمل الوصول إلى فهم عميق للتطبيق الجديد وأن يكون فعلا اسم على مسمى. وزنه تقريبا يصل لأكثر من 120 كيلو، قطره يصل إلى 132 سنتيمتر، إطار طائرة بهذا الحجم والوزن في لحظة الإقلاع انفصل وسقط. لنتابع المشهد. نور، شفتي المشهد اللي من شوي؟ ايش رايك فيه؟ صراحه انا فكرته طالع من شي فيلم امريكي اكشن، ما حسيته ممكن يكون واقعي فعلا. بالضبط، مشهد غريب وكانها لعبه. صحيح. والاغرب يا نورنا، حوادث الطيران في امريكا باتت ترند متكرر ومقلق، والعامل المشترك بينها جميعا مشاكل في الصيانه. نعم ياسمين، فمن جدل حادثه فقدان باب طائره ألاسكا التي زادت من متاعب شركه بوينغ الخاصه بطراز 737 مؤخرا الى حوادث الطيران الامريكي يونايتد المتتابعه، والحجه نفسها الصيانه. فهل الموضوع فعلا بيتعلق بالصيانه؟ شهد طيران يونايتد عدة حوادث في الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، نشوف أبرزها سريعاً. في 4 مارس اضطرت رحلة إلى الهبوط اضطرارياً في هيوستن بعد أن بدأ أحد محركات الطائرة في الاشتعال بالنيران في الجو. مشهد مخيف تم التقاطه بالفيديو، وعلقت عليه يونايتد بأنه مشكلة في المحرك. في 7 مارس أيضاً رحلة طيران متجهة إلى أوساكا تم تحويلها إلى لوس أنجلوس بعد سقوط أحد الدواليب من الطائرة أثناء إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي، مما أدى إلى إتلاف السيارات المتوقفة في ساحة انتظار المطار. أما في 8 مارس أكد مسؤولو مطار جورج بوش الدولي في هيوستن أن طائرة بوينغ تابعة ليونايتد انزلقت عن المدرج وانجرفت نحو العشب، والتحقيق ما زال جاري. في 9 مارس أيضاً اضطرت طائرة أقلعت من مطار أوهير الدولي في شيكاغو إلى العودة بعد أن اكتشف طاقم الطائرة مشكلة محتملة في ضوء تحذير الزيت وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالي. وأخيراً في 11 مارس رحلة متجهة إلى سان فرانسيسكو عادت بسبب مشكلة إلى سيدني، وهي مشكلة في الصيانة تم الإبلاغ عنها على متن الطائرة حسب ما ذكرت شركة الطيران. في شهر يناير وبعد الحادث الصادم لانفصال باب طائرة ألاسكا إيرلاينز، إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يا نور تحركت وقامت بإجراء تدقيق على عملية إنتاج طائرات بوينغ 737 ماكس. صحيح ياسمين، التدقيق أظهر إخفاقا في 33 اختبار من أصل 89 بحسب صحيفة نيويورك تايمز، إذ فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال قابس الباب. أما الشركة التي تنتج هياكل طائرات ماكس سبيريت أيريو سيستمز فاجتازت 6 من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية. كما وجدت شركة سبيريت 5 مشكلات في قابس الباب وفق للتقارير. شركة بوينغ بدورها أكيد صرحت لرويترز بأنها ستواصل تنفيذ التغييرات الفورية واللازمة لتطوير خطة تعزيز السلامة والجودة. إدارة الطيران الفيدرالية وبوينغ تعملان معاً على تحديد المعايير والتي يجب على الشركة المصنعة بالتأكيد الوفاء بها والالتزام بها لزيادة معدل إنتاج طائرات ماكس خلال ال30 يوم القادم. أما القصة الأكبر التي حصلت تزامنا مع كل هذه الحوادث المقلقة للطيران الأمريكي التي ذكرتها ياسمين، فكانت العثور على جثة موظف سابق في بوينغ يدعى جون بارنت بعد أيام قليلة فقط من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد شركة بوينغ. نتابع تصريحاته. One, this is not a 737 problem, it's a Boeing problem. Back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. So it left the mechanics to buy off their own work. So what we're seeing with the door plug blowout is what I've seen with the rest of the airplane as far as jobs not being completed properly, inspection steps being removed. طيب من هو هذا الرجل الستيني الذي يدعى جون بارنت وما هي قصته؟ يعرف بارنت بأنه بوينغ ويسل بلور أي المخبر أو المبلغ ضد شركة بوينغ. عمل لأكثر من 30 عاما في بوينغ وتقاعد عام 2017 لأسباب صحية. تولى بارنت خلال سنوات عمله إدارة الجودة في أحد مصانع طائرات الرحلات الطويلة. طبعا بارنت كشف عن الكثير من الكوارث، ففي 2019 بلغ بارنت عن مخاوفه من الضغط على العمال وتجاوز المعايير اللازمة، كما كشف عن مشاكل في أنظمة الأكسجين. وبعد انتقاله للعمل في كارولينا الجنوبية كشف بارنت مشكلة تسريع عملية التجميع لبناء الطائرات الجديدة، وقال إنه أبلغ المدراء لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، وبوينغ نفت تأكيداته. وفي عام 2017 أيدت مراجعة تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية بعض مخاوف بارنت، وبعد تقاعده قام باتخاذ إجراء قانوني طويل الأمد ضد الشركة. أما الآن يأتي العثور على بارنت داخل سيارته متوفيا إثر إصابات وجروح تسبب بها لنفسه أشبه باللغز، انتحار ربما في وقت تتعرض فيه الشركة لكوارث شبه يومية، ما خلق بطبيعة الحال كثير من الغموض والشكوك حول الموضوع وما يحصل. صحيح ياسمين، وفي نهاية هذا الملف ورغم ما تحدثنا فيه شوي خوفنا أنا حسيت الجمهور، لازم نأكد أنه الطيران بيبقى أكثر وسائل التنقل أماما، يعني لا أحد يخاف من التنقل فيها، وكل ما قلنا بيأكد فقط حرص الشركات على سلامة الطيران والمسافرين. بعد الفاصل، التسامح بين الأديان، هوية شوارع مدن أوروبية تنار بأضواء زينة رمضان لأول مرة، مبادرة اجتماعية تلقى تفاعلاً واسعاً وتعليقات متباينة عبر مواقع التواصل. والشباب سئموا من الحروب والأزمات ويتطلعون إلى المجتمع المثالي. الأناركية فوضى وتدمير أم حلم بعالم عادل؟ ملفنا النقاشي الختامي في العربية ويكند، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فوانيس مضيئة وهلال رمضان، الزينة التي نراها ليست في الشرق الأوسط بل في العاصمة البريطانية لندن. وللمرة الأولى يتم الاحتفال برمضان بهذه الطريقة، ليس فقط في لندن بل في مدن أوروبية كبرى. وإضاءات شهر رمضان تعود للعام التالي في المملكة المتحدة. الحديث هنا ياسمين عن ميدان بيكاديلي أو بيكاديلي سيركس، أحد أشهر شوارع لندن، فبعتقد الموضوع big deal. Big deal. I think it's very important, and I think it's a beautiful gesture of inclusiveness, and I would encourage them to do it year after year after year. It was beautiful last night walking around. I think celebrating everybody's faith is important for inclusivity and to make people feel welcome, and from an economical point of view. I think it's really important to show people how everyone's included. And the Ramadan lights in the evening are really beautiful when they light up. Yeah. Will help Muslims when they're in the area to feel very comfortable, especially right now with the, you know, the Muslims are feeling a lot of pain, and in Gaza especially. And this sort of says, you know, there are some people that still like you in this world. You are still, you know, liked in this area. الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم أشادوا بهذه المبادرة على أنها تحمل رسالة قوية عنوانها الوحدة والتسامح والتنوع. صحيح، لكن حتى أن البعض تساءل ما إذا كان سيتم في المستقبل عرض الزينة والأضواء لاحتفالات دينية أخرى كالمهرجان الهندوسي ديوالي أو عيد اليهودي هانوكا. وكما هو متوقع بجانب الردود الإيجابية للمبادرة فتح باب آخر للنقاش، فزينة رمضان في العاصمة البريطانية لندن هذا العام أثارت الجدل أيضا على وسائل التواصل، فهناك من عبر عن اعتراضه على مشروع أضواء رمضان وسبب تمويل هذا المشروع الذي يمكن أن يكون عبر ضرائب البريطانيين. أبي بس أوقف عند هذه النقطة اللي هي نقطة بعض المستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي ردوا عليها أيضا. تمويل وعرض أنوار رمضان لم يتم عبر ضرائب المواطنين، فالعرض يتضمن 30 ألف مصباح ضوء للطاقة المستدامة ويتم تمويله بواسطة المجتمع نفسه من خلال التبرعات بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية. لكن كان هناك أيضا بعض التعليقات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي، فأحدهم قال اجعل لندن بريطانية مرة أخرى. لكن لتصحيح المعلومة في التعليق، أن تكون بريطانيا لا يعني أن تكون مسلما، أن لا تكون مسلما أيضا. وكان هناك أيضا تعليق آخر يقول لندن لم تعد كما كانت، وقد رد البعض بسرعة على هذه التعليقات واصفينها بالعنصرية، وأن التعليقات من هذا النوع غير مقبولة أبدا. ياسمين، في أحلى من التسامح والتلاقي بين الأديان والثقافات المختلفة، خاصة لما يكون في وقت هلا عم نعيش فيه حروب واستقطابات عم تفرق العالم عن بعضها. هذا اللي أكده الخبراء، إذ يعتبر إطلاق مبادرة إشعال أضواء رمضان في قلب العاصمة لندن ضروريا بهدف إذابة الاختلافات وتقريب المجتمعات والثقافات. صحيح ياسمين. تزامنا مع المبادرة وفي خطوة أخرى فريدة من نوعها، نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن نيته لإقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان على أرض ملعب ستانفورد بريدج. وبينما يحاول البعض تكبير الفجوة بين الأقليات والطوائف الدينية، قامت كنيسة كاتدرائية مانشستر البريطانية وكاتدرائية برادفورد بتنظيم إفطار رمضاني ضم نحو 200 طفل من الأيتام. موقع thewilsoncentre.org شارك طرقاً لتعزيز قيم التسامح والتعايش في المدن الكبرى. حبيت التعليقات أو الأفكار اللي اقترحها. صحيح. أشار الموقع في البداية إلى أهمية توفير أماكن عامة آمنة مثل الحدائق، حيث يمكن للأشخاص من خلفيات عرقية متنوعة التفاعل مع بعضهم البعض. ولصناع القرار دور كبير في تعزيز الهوية المشتركة بين سكان المدن من خلال تنظيم الفعاليات والاحتفالات السنوية مثل مهرجان فانك باريد في العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي يجعل من الرقص لغة مشتركة بين جميع الأعراق والثقافات. طريقة أخرى لتشجيع التعايش والتواصل الحضاري وهي من خلال فتح متاجر تعود للأقليات في الشوارع التجارية الرئيسية، ما يسمح للأشخاص من خلفيات مختلفة بزياراتها واستكشافها. وطبعا ياسمين، يبقى الهدف الأساسي والأسمى من كل هذه الإجراءات في النهاية هو جعل الناس يتعايشون بسلام ويسكنون معا في نفس الأحياء، بدلاً من التمييز بين المجتمعات رغم اختلاف الدين والعرق. تشهد مناطق عدة حول العالم مجموعة من الأزمات والاضطرابات التي أثرت بشكل كبير على الشعوب. هذه الأزمات أدت إلى ربما زيادة من مشاعر الإحباط واليأس بين الشباب. صحيح ياسمين. في البيانات الأخيرة من مركز كامبريدج لمستقبل الديمقراطية تشير إلى وجود خيبة أمل واسعة النطاق بين جيل الشباب تجاه السياسات العامة للدول، وهنا لمعت بين بعض الأوساط كلمة الأناركية المرتبطة بالفوضى. أكيد تذكرين نور قضية مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السوداء على أيدي رجال الشرطة في أمريكا عام 2020. أعتقد الحديث عن الأناركية رجع بقوة من بعدها. صحيح ياسمين. وقتها الرئيس الأمريكي ترامب اتهم المتظاهرين الغاضبين من مقتل فلويد بأنهم أناركيين ويكرهون أمريكا. وكثير من الناس يربطون الأناركية بالفوضى، وهو الاتهام الذي ينكره أصحاب هذا الفكر على الرغم من أن فلسفتهم قائمة بالأساس على غياب السلطة. بالفعل، فأصحاب الأناركية أو اللاسلطوية بيرفضوا حكم الدولة وبيدعوا أيضا للتخلص من مؤسساتها الهرمية، وهذا ما يجعلهم خارجين عن القانون. رغبة الأناركيون في خلق عالم أفضل أمر قد يراه بعض الشباب جذابا ومثيرا للاهتمام، خاصة أن أصحاب الفكر الأناركي تمكنوا على مر السنين من رفع مستوى الوعي بالكثير من القضايا المهمة مثل التمييز الطبقي والمشاكل البيئية يا نور. لكن في المقابل ارتبطت الأناركية بسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، ففي عام 1901 قتل الرئيس الأمريكي ويليام ماكنلي متأثرا بجروح ناجمة عن رصاصة أطلقها عليه ناشط أناركي. وفي حادثة أقدم منها في عام 1885 تعرض الرئيس السويسري كارل شنيك للتهديد بتفجير قصره من قبل الأناركيين، ففي تلك الحقبة التاريخية زادت الهجمات ضد الرؤساء في أوروبا، وكان معظم المتورطين من أنصار الفكر الأناركي. قضايا كبيرة ومهمة تشغل الشباب في أمريكا وأوروبا اليوم: فرص العمل، عدم المساواة، القمع، وفساد الشرطة. كلها أمور دفعت بالناس هناك للبحث عن حلول من نظرهم أنها من الممكن أن تجعل العالم مكانا أكثر عدلا وأكثر لطفا. في بريطانيا مثلا تصاعد الحديث عن الأناركية بعد طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع وباء كورونا، بالإضافة لقانون مكافحة الاحتجاج وارتفاع الخطاب المناهض للمهاجرين واللاجئين. ومن أكثر الأفكار الجدلية التي يعتمدها الأناركيون هي إلغاء الشرطة ونظام السجون. هذا الشيء جعل حركة بلاك لايفز ماتر في أمريكا تعتمد هاشتاج ديفاند ذا بوليس كأحد محاور تركيزها. وفي بريطانيا أظهرت الأرقام الأخيرة أن واحد من بين كل 100 ضابط شرطة في ويلز إنجلترا واجه اتهامات جنائية عام 2022، ما يزيد من عدم ثقة الجمهور بمنظومة الشرطة. للمزيد حول ملفنا النقاشي في العربية ويكند عن الأناركية ينضم إلينا مباشرة من اسطنبول الأستاذ جلجامش نبيل، الصحفي المتخصص في صحافة التعليم العالي. أستاذ جلجامش، أهلا بك معنا. بداية، ما الذي قد يجذب الشباب إلى فكرة الأناركية؟ ما هي الأسباب التي ممكن أن تجعل هذه الفكرة على الرغم من فوضويتها أن تكون جذابة بالنسبة لجيل الشباب؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا مثل ما قدمتوا ببرنامجكم بالبداية، أنه غياب العدالة الاجتماعية ونزعة الشباب للبحث عن تمثيلهم كمان، يعني أنه هن بيحسوا نفسهم ما ممثلين سياسيا. فالحركة الأناركية هي كتير قديمة، يعني أول ذكر لها من القرن السادس قبل الميلاد مع ديوجين الكلبي، وكمان بعدين تبلورت أكثر بالقرن التاسع عشر، وهي كانت دائما مرتبطه بالشعور بالظلم، او الشعور بانهم منهم ممثلين، او بالفقر كمان، يعني بعد الثوره الصناعيه والفقر اللي ساد باوروبا. لهيك كانت لها كمان، رغم انه اول ما شخص استخدمها هو بيير جوزيف برودون بالقرن التاسع عشر، أول حدا وصف نفسه بأنه هو أناركي، لكن هي كان لها دور بالثورة الفرنسية وكمان بالثورة البلشفية بروسيا. الشباب هلا عم يعيشوا تقريبا بنفس الضغوطات اللي عاشها الشباب قبل، فالأفكار إلها يعني بترجع، مثل يعني أفكار إلها جوانح فبترجع مرة ثانية. فهلا نحن عم بنعيش بنفس الوقت، وكمان في تشجيع على الأناركية. أنا بحس أنه في تشجيع من خلال بعض وسائل الإعلامية، وكمان بحث الشباب عن مصادر يعني تطلعهم من الجو اللي عايشين فيه. أستاذ جلجامش، إذا أزلنا مؤسسات الدولة، من سيقوم بتوفير الخدمات وحفظ النظام وكل الأشياء اللي تقوم بها المؤسسة أو الدولة؟ هو هون المشكلة الأساسية، إنه هن منطلقين من فكرة منا واقعية، إنه متوقعين إنه السلطة دائما بتكون ظالمة، مع إنه بالحقيقة الحضارة لما نشأت هي كانت بداية زوال الفوضى. يعني أول شيء بيصير لما نتحول من البربرية للحضارة هي إنه السلطة بتكون موجودة. كمان هن ما عم بيفكروا إنه كيف بدهم يحموا سلطتهم اللي ما عندها سلطة بتحميها، يعني ما إذا ما في جيش، إذا ما في شرطة، إذا حدا مجتمع تاني منه أناركي، كيف بده يحمون هيدي الأناركي اللي حققوها؟ والصراحة هن عبر التاريخ أثبتوا إنه التجارب تبعهم فشلت، يعني هن كل التجارب اللي دخلوا فيها فشلت بالأخير، لأنه الشيوعيين قمعوا الأناركيين بروسيا، وكمان الثورة الفرنسية لما إجا نابليون رجعت ملكية بالأخير، يعني حدا ما بيكمل لنا قصة الثورة الفرنسية إنه بالأخير هي وقفت، بطلت في ثورة. هدول الشباب دايما بيكونوا عندهم تصور طوباوي عن المجتمع، وإنه الإنسان هو بالأساس خير، يعني إنه لهيك السلطة هي عم تقمعه، هي عم بتطلع السيء اللي فيه، بس بالواقع إنه القانون بينحط لحتى يحمي الناس من الفوضى. والغريب إذا فكرنا أو سألنا أي حدا أناركي هل أنت بتفضل تعيش بمكان فيه فوضى؟ بتلاقي لا، يعني الناس بتهرب من أي دولة بتضربها الفوضى بتروح لأي مكان تاني. يعني نعم. طيب أستاذ جلجامش، بس سؤال أخير، هل ممكن أنه فكرة الأناركية بكل ما تحتويه من الفوضوية واللاسلطوية وأفكار يعني أكل الدهر عليها وشرب، ممكن نقول هل ممكن أنه تشكل تهديد للنظام السائد حاليا من مؤسساته وسلطته ودولته وجيشه؟ بالطبع، يعني أنا بحس إنه المفروض الدول بتكون منتبهة لشو الأفكار اللي عم تنتشر. كمان أحياناً بتكون عم تنتشر من خلال الجامعات، يعني بتتمناها الطبقة اللي هي بتعتبر برجوازية، يعني بيدخلوا بالآيفي كولج باليو اس اي بس بيتخرجوا أناركيين، يعني مع إنهم هن أصلاً مش من طبقات معدمة. فالدول المفروض تكون منتبهة لأنه هيدي مثل شيء بينتشر من غير ما بيحسوا، وبعدين ما بيشوفوا إلا في ثورات كل مكان، وهي ما بتقدم بديل، هي بتهدم السلطة. يعني هي سياسة هدم فقط، بس ما بتقدم بديل إنه كيف الحياة بدها تمشي بعدين. فأنا بحس إنه في مسؤولية اجتماعية كتير كبيرة كمان على علماء الاجتماع والسلطات لحتى تشوف وتوفر بديل أو تناقش هيدي الأفكار كل ما يفهموا إنها مش واقعية ومنها مرتبطة غير قابلة للتطبيق. من اسطنبول جلجامش نبيل، الصحفي المتخصص في صحافة التعليم العالي، شكرا لك وعلى مداخلتك معنا اليوم. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من العربية ويكند. نلتقي بكم غدا بمواضيع نقاشية فكرية وشبابية، انتظرونا. إلى اللقاء.